السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي نودة لتعليم الكروشيه. انا هند. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وحصري ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل بلوفر اطفال سهل وبسيط بصدر دائري، وهنشرح ازاي هناخد المقاسات المظبوطة للصدر الدائري اذا كان البلوفر مثلا صغير او لو كان كبير. الصدر الدائري ده هقيسه على الطفل نفسه، هاخد المقاسات على الطفل نفسه او هاخد المقاسات على حاجة هو بيلبسها، وانا هشرح معاكم خطوة بخطوة ازاي هناخد المقاسات. الخامات المستخدمة في البلوفر هستخدم خيط اليزا بيبي بيست ستوك، وهستخدم ابرة مع مقاس 3.5، وهستخدم علامات، وهستخدم مزورة. هنا هاخد مقاسات الطفل كده الصدر الدائري. انا كده هاخد اول حاجة محيط الرأس، ده هو دوران الرأس، وبعدين هاخد دوران الصدر، وهاخد حردة الباط، وهاخد طول البلوفر من الكتف لحد الطول المناسب، وطول الدراع هاخد طول الدراع الطول برضو المناسب. دي المقاسات اللي انا مطلوبة مني في الموديل ده. انا في الموديل ده هشرح ازاي اخد المقاسات المظبوطة، يعني لو كان مثلا مقاس صغير عن المقاس اللي انا هشتغل بيه، او لو كان اكبر شوية هوريكم فين اماكن التزايد اللي احنا ممكن نزود فيها، او لو كان يعني لو كان اصغر من كده هيبقى التزايد بتاعي اقل شوية. احنا وماشيين خطوة بخطوة هوريكم الشرح بالتفصيل. طيب بالنسبة للمقاسات اللي انا واخداها، ده مقاس 6 سنين او 7 سنين، وبرضو انا مزودة شوية على المقاس الاصلي. خدت دوران الرقبة مقاس 44 سنتي محيط الرأس، وبعدين خدت دوران الصدر هيكون 35 سنتي، حردة البط معايا 28 سنتي، وطول الدراع طبعا الطول المناسب ليكي، وطول البلوفر الطول المناسب ليكي. يلا نبدأ كده اهو. انا هنا معايا دوران الرأس عندي 44 سنتي او 45 سنتي، فانا هشتغل عدد السلاسل لحد ما اوصل ل45 او 44 سنتي. طبعا لو كان البلوفر اصغر في دوران الرأس فانت هتشتغلي على حسب دوران الرأس اللي طالع معاكي بالظبط عدد السلاسل. انا كده هشتغل. وانا هنا اشتغلت عدد من السلاسل، في هنشوف كده على المزورة، يعني عملت 100 سلسلة. وطلع معايا 45، يعني طلع معايا 45 سنتي. كده انا اشتغلت 100 غرزة سلسلة، فانا كده هاجي اقفل غرز السلاسل. هدخل في اول غرزة وهعمل منزلقة، بعدين هرتفع 2 سلسلة، وهدخل في نفس مكان الغرزة وهعمل فيها غرزة عمود. كده انا هشتغل باقي السطر كده غرز عواميد.
كده انا وصلت عند اخر غرزة سلسلة، فانا هدخل فيها غرزة عمود لفة، ولي هقفل السطر بغرزة منزلقة في اول عمود. هرتفع باتنين سلسلة وهشتغل غرزة بريد أمامي وبريد خلفي، وراها بريد خلفي، اللي وراها بريد أمامي، اللي وراها بريد خلفي، بريد أمامي، وأنا كده هبدأ أكمل السطر بنفس الطريقة، مرة بريد خلفي ومرة بريد أمامي. أنا كده هكمل السطر. انا هنا وصلت عند اخر غرزة، فهعملها بريد خلفي وهقفل السطر كده اهو منزلقة، وهرتفع 2 سلسلة، والسطر اللي وراها هعمل برضو بريد امامي وبريد خلفي، يعني هعمل سطرين بريد امامي وبريد خلفي. انا لحد دلوقتي ما فيش اي زيادات، انا ماشي على طول من غير اي زيادة. مش كده اهو، انا هكمل باقي السطر كده اهو وارجع لكم تاني. كده انا وصلت عند اخر السطر، هعمل بريد خلفي وهقفل السطر بغرزة منزلقة وهرتفع 2 سلسلة. في السطر ده انا هشتغل غرزة المنتفخة او الفشار، بسيب غرزة، وفي التانية بشتغل 6 عواميد في نفس مكان الفتحة، 1 2 3 4 5 6. هسحب الخيط وهدخل في اول عمود واخد الخيط كده بالابرة وهطلعه من اول عمود، وهعمل 2 سلسلة، هسيب غرزة، في التانية هعمل غرزة حشو، دي تعتبر معايا أول غرزة منتفخة. بعدين هعمل 2 سلسلة، هسيب غرزة، وفي التانية هشتغل غرزة المنتفخة، هعمل 6 عواميد في نفس مكان الفتحة، 1 2 3 4 5 6. هسحب الخيط وادخل في اول عمود، هاخد الخيط اللي انا سحبته كده على الابرة، هطلع من اول عمود واعمل 2 سلسلة، هسيب غرزة، والتاني هدخل هعمل غرزة حشو، دي هكرر بنفس الطريقة 2 سلسلة، هسيب غرزة، والتانية هدخل هعمل غرزة المنتفخة، هعمل 6 عواميد في نفس مكان فتحة الغرزة، 3 4 5 6. هسحب الخيط وهدخل في اول عمود، هاخد الخيط كده على الابرة، واطلع من اول عمود اعمل 2 سلسلة، هسيب غرزة، وفي التانية هعمل غرزة حشو، هعمل 2 سلسلة وهكرر، هسيب غرزة، وفي التانية هشتغل غرزة المنتفخة، هعمل 6 عواميد في نفس مكان الفتحة. انا كده هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني.
كده انا وصلت عند اخر غرزة منتفخة. هاجي اقفل اخر غرزة اهي كمان، هعمل 2 غرزة سلسلة، وهاجي هدخل مكان العلامة. وهعمل غرزة منزلقة. كده انا هرتفع 2 غرزة سلسلة، وهدخل في المكان بتاع الغرزة، وهعمل غرزة عمود لفة، هاجي كده هنا في غرزة السلسلة هعمل غرزة عمود بلفة، وفي السطر ده انا هعمل فيه التزايد. يبقى انا عملت عند بداية الغرزة عملت غرزة عمود، وهنا عند كل عند السلسلتين عملت غرزة عمود. هاجي هنا عند في نص غرزة الفيشار هعمل 2 غرزة عمود. هاجي في السلسلتين اللي وراهم هعمل غرزة عمود. هاجي هنا عند غرزة الحشو هعمل فيها غرزة عمود. الغرزتين السلسلة هنا الفراغ هعمل غرزة عمود. هاجي هنا وصلت عند الغرزة المنتفخة هعمل 2 غرزة عمود. هاجي هنا عند الفراغ بتاع 2 سلسلة هعمل فيها غرزة عمود. الحشو هعمل فوقيها غرزة عمود، وبعدين الفراغ بتاع السلسلة التانية هعمل فيها غرزة عمود، وعند غرزة الفشار هعمل فيها 2 غرزة عمود. يبقى أنا بمشي في الفراغ بتاع السلسلة هنا غرزة عمود، وغرزة الحشو هنا غرزة عمود، وغرزة السلسلة هنا غرزة عمود، وعند الفشار بعمل فيها 2. طيب لو أنا عندي المقاس أصغر من كده شوية، فأنا هعدي، يعني هاجي هنا عند غرزة فشار هعمل فيها 2 غرزة عمود، وبعدين الفشار اللي وراها هعمل غرزة واحدة، واللي وراها هعمل 2، يعني هعمل تزايد مثلا في غرزة واحدة بس. في غرزة الفشار هعمل فيها واحدة هعمل فيها 2، واللي وراها هعمل فيها واحدة. ده لو كان المقاس معايا صغير شوية عن المقاس اللي انا بشتغله. فانا اللي وراها هعمل فيها 2 غرزة عمود، واحد في الفراغ اللي وراها هعمل فيها غرزة عمود واحدة، وغرزة الحشو غرزة عمود، اللي وراها غرزة عمود. هاجي عند الفشار كده اهو هعمل 2 غرزة عمود تاني. الفراغ هنا هعمل فيها غرزة عمود، وبعدين عند الحشو غرزة عمود، الفراغ اللي وراها غرزة عمود، بعدين غرزة الفشار هنا 2 عمود بلف. وانا هكمل باقي السطر وارجع لكم. وصلت عند اخر غرزة في الفراغ، انا هعمل غرزة عمود. طيب انا كده هقفل بغرزة منزلقة، وهرتفع بغرزة سلسلة، والسطر اللي جاي ده هعمله غرز حشو. هدخل في نفس مكان الفتحة وهعمل غرزة حشو، واللي وراها غرزة حشو. احط بس العلامة منساش عشان اعرف بداية السطر، وهكمل غرز حشو كده. انا هعمل 6 غرز، وفي 7 هعمل فيها تزايد. كده انا وصلت 3 غرز، 4 5 6 7. هنا هعمل 2 غرزة حشو في نفس مكان الغرزة.
طيب لو كان معايا أصغر من كده في المقاس فأنا ممكن أعمل 10، وعندي في 10 أعمل فيها التزايد. يبقى كده معايا السطر ده برضو هنعمل تزايد، 2 3 4 5 6، في 7 هنا هعمل فيها 2 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6، 2 غرزة، غرزتين حشو في نفس مكان الفتحة. كده انا هكمل بنفس الطريقة، زي ما قلت لو كان مقاس صغير ممكن اعمل عند الغرزة 10 تزايد. كده انا وصلت عند اخر غرزة، هعمل فيها غرزة حشو، وهقفل السطر بغرزة منزلقة. في السطر ده انا همشي غرزة مختلفة، هرتفع بخمس غرز سلسلة، بعدين هلف الخيط على الابرة مرتين وهعمل عمود باتنين لفة، وهمشي بطريقة معكوسة، هسيب غرزة وفي اللي وراها هشتغل غرزة العمود التاني، عمود باتنين لفة، بعدين هلف الخيط على الابرة مرتين، هعد 3 غرز، في التالتة هدخل هعمل غرزة العمود. هعمل سلسلة وهشتغل العمود التاني، هسيب الغرزة اللي في النص وهشتغل في اول غرزة انا سبتها، يعني اول عمود بشتغله في تالت غرزة، وتاني عمود بشتغله في اول غرزة، وبسيب الغرزة اللي في النص. وهنا في السطر ده انا مش بعمل اي تزايدات، بلف الخيط مرتين على الابرة، بعد غرزة 2، وفي التالتة بشتغل بعمل العمود باتنين لفة، اول عمود في تالت غرزة، بعدين غرزة السلسلة، وتاني عمود هشتغله في اول غرزة انا سبتها، بسيب اللي في النص وبشتغل في اول غرزة تاني عمود. هلف الخيط مرتين على الإبرة، هعد 3 غرز، في التالتة هدخل هعمل غرزة العمود، سلسلة، هلف الخيط مرتين على الإبرة، هشتغل العمود التاني في أول غرزة، هلف الخيط مرتين على الإبرة، هعد 3 غرز، في التالتة هشتغل فيها العمود الأول، هعمل غرزة السلسلة، والعمود التاني هشتغله في أول غرزة. أنا كده هبدأ أكمل باقي السطر. أنا كده خلاص خلصت آخر السطر، وبقى عندي غرزتين، فأول عمود هشتغله في تاني غرزة، تاني عمود هشتغله في اول غرزة. وهنا هقفل السطر بغرزة منزلقة في تالت سلسلة. بعدين هدخل في الفراغ بتاع بين العمودين وهقفل برضو بغرزة منزلقة، وهعمل 4 سلاسل، وفي كل فراغ بين العمودين اللي هو غرزة السلسلة هشتغل فيها غرزة حشو، بعدين هعمل 4 سلاسل، وهدخل في الفراغ بين العمودين اللي هي غرزة السلسلة هشتغل فيها غرزة حشو، هعمل 4 سلاسل، الفراغ هشتغل غرزة حشو.
أربع سلاسل، في الفراغ بين العمودين هشتغل غرزة حشو. كده أنا هبدأ أكمل السطر، وهنا أنا ما عملتش أي تزايد في السطر اللي قبل ده والسطر ده. هعمل أربع سلاسل، وفي الفراغ هعمل غرزة حشو. أنا كده هكمل باقي السطر. أنا كده وصلت لحد النهاية، فأنا كده عندي فراغ هعمل فيها غرزة حشو. هعمل أربع سلاسل، وهدخل في الفراغ بتاع الأربع سلاسل هعمل غرزة حشو. ده معايا تاني سطر. هبدأ أكمل كده السطر ده، وهعمل كمان سطرين تاني. يعني أنا كده إجمالي هعمل أربع سطور، اللي هي غرزة السلاسل، أربع سلاسل، أربع سلاسل غرزة حشو في كل فراغ بتاع الأربع سلاسل. بحط فيها غرزة حشو، نعمل أربع سلاسل كده اهو، في الفراغ غرزة حشو في النص بين أربع سلاسل. منساش احط العلامة علشان همشي داير ما يدور، عشان بس السطور ما تتوهش مني. انا كده هبدأ اكمل. كده انا وصلت عند نهاية السطر التاني. هعمل اربع سلاسل، هعمل غرزة حشو في منتصف الاربع سلاسل. بعدين انا كده هدخل على السطر التالت، هعمل اربع سلاسل في مكان العلامة في النص. في الاربع سلاسل بعمل غرزة الحشو. بعدين هكمل السطر ده وسطر تاني كمان. حط العلامة علشان منساش ومنتوهش مني السطور. كده انا هبدأ اكمل لحد نهاية السطر. كده انا هبدأ سطر جديد، اخر حاجة في الغرزة. كده اكون خلصت اول جزء معايا في الموديل بتاعي اللي انا اشتغلته كله في الغرز. هبدأ ان انا اعيده تاني برضو، بس انا كل ما بنزل كل ما انا بقلل معايا الزيادة. يعني انا كده هعمل اتنين ارتفاع غرزة سلسلة، وهدخل في نفس مكان الفتحة كده اهو. هعمل غرز هي منتفخة، هعمل ست عواميد، ثلاثة أربعة خمسة ستة. هدخل في أول عمود واسحب الخيط كده اهو، وهعمل اتنين غرزة سلسلة، وهدخل في غرزة الحشو دي وهعمل غرزة حشو. هعمل اتنين سلسلة، وهدخل في الغرزة اللي وراها في الفتحة اللي وراها كده اهو، هعمل غرزة منتفخة.
يعني غرزة سلسلة، هدخل في نفس مكان غرزة الحشو، هعمل غرزة حشو فوقيها، وهعمل 2 سلسلة، وهدخل في الفتحة اللي وراها مباشرة هعمل برضو غرزة المنتفخة. كده انا هكمل بنفس الطريقة، كل فتحة معايا هنا في الغرز هعمل فيها غرزة منتفخة او الفشار. وهنا هشرح جزئية على الموديل بتاعي لو كان مقاس صغير او لو كان مقاس كبير. لو كان هنا عندك المقاس صغير، هتبدأي طبعا لو كان مواليد هتبدأي في محيط الراس، هيكون طبعا مقاس صغير، فالغرز هتكون معايا في التزايدات هتكون معايا قليلة شوية، ولي هتعملي بس الجزئين دول، وهتكملي بجسم الغرزة معاكي. من بعد دوران الصدر هتنزلي كده على واسع في الجناب، هتبدأي توسعي، وده انا هشرحه فيما بعد في الفيديو. وهنا انت لو عايزه مقاس كبير وعايزه بس جزئين زي ما انا عامله كده في البلوفر، فانت هتبدأي تزودي من البدايه زيادات كتيره شويه لحد ما توصلي لدوران الصدر المطلوب معاكي. طيب لو كان مقاس كبير وانت عايزه تزودي كمان في عدد الاجزاء، فانت ممكن تزودي جزئين او 3 تاني، يعني هيكون معاكي 5 اجزاء او 4 لحد ما توصلي لدوران الصدر المطلوب معاكي. وبعدين هتنزلي في جسم البلوفر اللي هو الغرزة الأساسية بتاعت البلوفر. تمام كده أنا وضحت لو كان مقاس صغير أو لو مقاس كبير. وكده أنا هبدأ أكمل في الموديل بتاعي. كده أنا وصلت عند آخر فتحة في الغرزة، هعمل فيها غرزة منتفخة. وهقفل الغرزة 2 سلسلة، وهدخل مكان غرزة الحشو كده اهو، واقفلها منزلقة. كده انا هبدأ السطر اللي وراه، هعمل غرز عواميد، هرتفع 2 سلسلة وادخل في نفس المكان وهعمل عمود. الفتحة اللي هي الغرزتين السلسلة هنا هعمل برضو عمود لف، وانا كل ما بنزل كل ما بقل معايا في التزايدات. عند غرز الفشار كده هو هعمل 2 غرزة عمود، الفتحة بتاعت السلسلة هنا هعمل غرزة عمود، غرزة الحشو هنا هعمل غرزة عمود، ولي غرزة السلسلة هنا هعمل غرزة عمود. هاجي هنا عند غرزة الفشار هعمل غرزة عمود واحدة، واللي وراها الفتحة هنا غرزة عمود، غرزة عمود، غرزة الحشو، واللي وراها هنا غرزة عمود. هاجي هنا في غرزة الفشار هعمل غرزة عمود واحدة، انا كده بقل في التزايدات. اللي وراها فتحة هنا عملت غرزة عمود، بعدين غرزة الحشو عمود فوقيها، هنا عندي سلسلة غرزة عمود، هنا غرزة الفشار انا هعمل 2 غرزة عمود، يعني انا مشيت فوق اول غرزة فشار عملت 2 غرزة عمود، وبعدين الغرزتين اللي وراها الفشار عملت واحدة غرزة عمود، واحدة اللي وراها واحدة، واللي وراها رابع واحدة عملت 2، يعني عملت 2 واحدة واحدة 2، وهمشي بالطريقة دي. فاول جزء انا عملت في
في كل غرزة عمود في الشعر عملت فيها 2 غرزة عمود. طبعا انا هنا بقل، همشي غرزة عمود فوق غرزة الحشو، غرزة عمود السلسلة، غرزة عمود، هاجي هنا عند الفشار هعمل 2 وحدة غرزة عمود، بعدين غرزة عمود الفراغ، الحشو غرزة عمود، الفراغ التاني غرزة عمود، هاجي هنا في غرزة الفشار هنا هعمل 1 غرزة عمود، بعدين غرزة عمود، حشو غرزة عمود، فراغ هنا، فراغ هنا هعمل غرزة عمود، وهنا في غرزة المنتفخة هعمل 2 غرزة عمود، وهي همشي بنفس الطريقة. يبقى انا بمشي 2 1 1 2 1 1 2 وهكذا. انا هكمل السطر وارجع لكم تاني. هنا انا وصلت اخر السطر، عندي الغرزة المتفخة اللي قبل الاخيرة عملت 2، واخر واحدة هنعمل فيها غرزة واحدة. اخر غرزة منتفخة هعمل اخر غرزة عمود، وبعدين هعمل في الفراغ غرزة، وهقفل السطر بغرزة منزلقة. الغرزة اللي وراها معايا غرزة الحشو، بعد غرزة العواميد هعمل غرزة حشو، ومش هعمل فيها اي تزايدات، انا همشي كده على طول من غير اي تزايد. انا هكمل السطر بغرزة الحشو من غير اي تزايد وارجع لكم تاني. كده انا عملت سطر الحشو، معايا اخر غرزة من غرزة حشو، وبعدين هقفل السطر غرزة منزلقة، وهرتفع ب5 غرز سلسلة للسطر اللي وراه اللي هو غرزة عمود 2 لفة. هعمل كده لفتين على الإبرة، وهعمل غرزة عمود 2 لفة، هسيب غرزة وهدخل في التانية اللي وراها، وهعمل غرزة عمود 2 لفة كده اهو. وبعدين هلف على الإبرة لفتين وعمل أعد 3 غرز، أدي 1 2 3 3 فتحات كده، وأدخل في التالتة وأعمل غرزة عمود 2 لفة كده اهو، وأعمل غرزة سلسلة، وهلف الخيط لفتين، وفي أول غرزة أنا سبتها يعني هعدي غرزة اللي في النص، وفي أول غرزة هعمل غرزة عمود 2 لفة. برضو مفيش اي تزايد في السطر ده، خلاص انا كده مش هتعمل تزايدات تاني. يبقى 1 2 3 هعمل غرزة عمود 2 لفة سلسلة، غرزة عمود 2 لفة، في اول غرزة هعمل فيها غرزة عمود كده. انا هكمل باقي السطر. وبالنسبة لو حجم كبير انتي بتزودي عدد الاجزاء، وكل ما بتنزلي بتقللي في عدد التزايدات بتاعت السطر بتاعك لحد ما توصلي للدوران الصدر المطلوب معاكي. انا هكمل السطر وارجع لكم تاني. كده انا وصلت عند اخر حاجة، هعمل في اول واحدة كده اهو غرزة عمود 2 لفة سلسلة، بعدين في اول غرزة هعمل غرزة عمود 2 لفة، يعني هما اتبقوا معايا غرزتين، فانا دخلتها في اول غرزة كده مع العمود التاني تمام. وهقفل السطر غرزة منزلقة، هدخل هنا اهو في الفتحة، وهعمل غرزة كده منزلقة، واعمل 4 سلاسل الفتحة اللي وراها هعمل غرزة حشو، وهكذا 4 سلاسل
من فتحة هنا هعمل غرزة حشو. غرزة حشو اكمل كده. انا هعمل السطر السلاسل ده هكرره 4 مرات. طبعا خلاص زي ما انا قلت لكم مفيش اي تزايدات. وبالنسبه برضو هعيد تاني، بالنسبه لو لطفل لو حاجه اصغر من كده فانتي بتقللي في التزايدات من البدايه من اول خالص. تمام، انا هكمل 4 سطور وارجع لكم تاني. كده انا وصلت عند اخر السطر، اخر غرزه. كده هقفل السطر، ما تتحرش. وبعدين هكمل باقي، هعمل غرز اللي هي المنتفخة في كل غرزة منتفع من سلسلة، وهعمل غرزة المنتفخة في كل فتحة معايا. اسحب الخيط كده اهو، هعمل 2 سلسلة وحاجة عند غرزة الحشو هعمل فيها غرزة حشو 2 سلسلة، وفي كل فتحة هعمل فيها غرزة منتفخة. كده انا بعيد اخر سطر ده، بعيد غرزة المنتفخة. كده انا هكمل باقي الغرز بالطريقة دي، في كل فتحة هعمل فيها غرزة منتفخة، وارجع لكم تاني عشان نشوف ازاي هنقسم حردة الباط والدوران الصدر. خليكم معي. كده انا عملت اخر سطر كلها غرز منتفخة، وهاجي كده اقسم الصدر الدائري. هاجي هقسم حردة الباط معايا 14 سنتي. اهي حردة الباط معايا 14 سنتي. تمام، هاجي كده عند الصدر برضو هقسم كده، هشوف الصدر معايا طلع كام. الصدر معايا 36 اهو. ستة وتلاتين سنتي. تمام، طيب انا قسمت ازاي التقسيمة دي بدل ما انا هقعد اعد في السطور عشان تطلع معايا مظبوطة. عملت اسهل طريقة، ان انا جيت هنا عند حرة الباط قسمت هنا 15 غرزة منتفخة، 2 4 6 8 10 12 14، وادي 15 حاجة كده في النص. بعد ما انا قسمت 15 حاجة هعمل كل 2 كده مقابل بعض كده اهو لحد لما اوصل الناحية التانية عند الدراع التاني. هعمل برضو 15 غرزة منتفخة، ادي 2 4 6 8 10 12 14، وادي 15. لو زادت معايا غرزة منتفخة من الناحية الامامية او من الناحية الخلفية مفيش اي مشكلة. انا هنا طلع معايا عدد غرز منتفخة عندي عدد زوجي. تمام، فلو زادت معايا واحدة وحطناها من ورا او من قدام مفيش اي مشكلة، اهم حاجة نمشي مظبوط. يعني لو زادت معايا واحدة وكانت من ورا او من قدام مفيش اي مشكلة، المهم ان احنا نكون كده ظابطين ايدينا في النص كل 2 مع بعض كده اهو، كل 2 مع بعض نعدهم مع بعض. تمام، انا كده هبدأ ان انا اكمل هعمل الغرزة الاساسية. وهنا
الغرزة الأساسية معايا في الموديل ده لازم أحط العلامة، لأني أنا مرة همشي بالمعدول، مرة همشي بالخلف، مرة همشي بالمعدول، مرة همشي بالمقلوب. في هوريكم إزاي هنبدأ الغرزة معايا. أنا هاجي كده أكمل في الغرز. أول سطر ده أنا هعمله غرزة عمود بلفة، هاجي كده زي ما أنا عاملة هنا كده العلامة، خلي العلامة الناحية دي كده بس عشان أبقى عارفة. همشي 2 غرزة سلسلة ارتفاع، وهعمل كده عمود هنا، هاجي هعمل غرزة سلسلة، وهاجي الناحية التانية المكان اللي فيه العلامة هنا عندي، هعمل غرزة عمود في نفس المكان بتاع غرزة الحشو. يبقى أنا بدأت هنا في غرزة الحشو، أنا دي معايا بداية السطر عندي، هعمل فيها 2 غرزة سلسلة، بعدين عمود في ايه في غرزة الحشو، وعملت سلسلة، هاجي هنا عند العلامة الناحية التانية، هعمل في غرزة الحشو هنا هعمل غرزة عمود. يبقى انا اديت سلسلة هنا تحت الباط، سلسلة واحدة تمام. هاجي اكمل غرز عمود، في كل غرز منتفخة او غرزة عمود واحدة بس كده، انا ما عنديش اي زيادة تاني، مش بزود، اللي انا بعمل كل غرزة فوقيها غرزة، كل غرزة منتفخة بعمل فيها فوقيها غرزة عمود. وفي الفراغ هنا بنعمل برضو نفس اللي انا كنت بعمله قبل كده، بعمله هنا غرزة عمود، الفراغ غرزة عمود، وفي الغرزة المنتفخة غرزة عمود، هنا عندي في الفراغ غرزة عمود، هاجي في غرزة الحشو غرزة عمود، الفراغ غرزة عمود. يبقى في كل غرزة غرزة عمود واحدة بس، في الغرزة المنتفخة غرزة عمود، الفراغ غرزة عمود، غرزة الحشو غرزة عمود، فوقيها فراغ هنا عندي غرزة عمود. وهبدأ أكمل باقي السطر لحد لما أوصل عند العلامة التانية، وهوريكم إزاي هنكمل الناحية التانية. كده أنا وصلت عند العلامة التانية أهو، هدخل غرزة المنتفخة دي غرزة عمود، هاجي هنا عند الفراغ هعمل غرزة عمود، وبعدين في غرزة الحشو هعمل غرزة عمود، هاجي الناحية التانية في المكان العلامة اهو، اهي العلامة انا مطلعتهاش، الناحية التانية هعمل هنا عند غرزة الحشو هعمل اول حاجة هعمل سلسلة، وهي حاجة هعمل في غرزة الحشو هنا هعمل غرزة عمود اهو، 15 غرزة منتفخة، 2 4 6 8 10 11 14 وهي 15 تمام. هكمل بعدين عواميد، اشيل كده العلامة وهكمل كده، هبدأ اكمل عواميد عادي. انا كده هكمل لحد لما اوصل لمكان بداية السطر اهو. كده انا وصلت عند نهاية السطر، هاجي كده عند غرزة منتفخة هعمل غرزة عمود، و الفراغ هعمل فيها غرزة عمود، وبعدين هقفل السطر غرزة منزلقة تمام. حاجة كده اهم حاجة العلامة معايا في السطور اللي جاي عشان متلخبطنيش، هاجي اهلف كده الشغل، همشي بالمقلوب المرة دي، هعمل غرزة سلسلة ارتفاع، وهاجي عند اول غرزة معايا هنا اهو، ده هعتبره ارتفاع، هاجي عند اول غرزة كده اهو هعمل غرزة حشو، وفي نفس مكان الفتحة هعمل غرزة عمود. ومنساش احط العلامة عشان مهمة معايا، احط كده العلامة، هسيب غرزة وهدخل في التانية هعمل فيها غرزة حشو، وفي نفس مكان الفتحة هعمل غرزة عمود. تاني هسيب
غرزة وهدخل في اللي وراها، هعمل غرزة حشو، وفي نفس مكان الفتحة هعمل غرزة عمود بلفة. هسيب غرزة هدخل في اللي وراها هعمل غرزة حشو، وفي نفس مكان الفتحة هعمل غرزة عمود بلفة. كمل كده اهو، غرزة حشو وغرزة عمود، نسيب غرزة ندخل في اللي وراها نعمل غرزة حشو، وفي نفس مكان الفتحة نعمل غرزة عمود. انا كده هبدأ اكمل باقي السطر. انا هنا هوريكم تحت الباط هعمل ايه. انا كده عملت الغرزة اللي هي الحشو والعمود، هاجي ادي في غرزة هعديها، في الغرزة التانية هعمل فيها غرزة حشو وعمود. حبيت بس اوريكم تحت الباط انا بعمل ايه. تمام، ادي الغرزة اللي وراها بنعديها، وفي اللي وراها بنعمل غرزة حشو وعمود. انا هكمل لحد نهاية السطر. كده انا وصلت عند نهاية السطر، بسيب غرزة وبدخل في التانية بعمل فيها غرزة حشو وهي غرزة عمود في نفس مكان الفتحة. كده اهو، كده انا خلاص خلصت، دي معايا اخر غرزة، وكده هنقفل السطر بغرزة منزلقة اهي. بداية السطر اهو، ده نهاية السطر معايا، هقفل بيه غرزة منزلقة وهعدل الشغل كده اهو. خدوا بالكم هعدل الشغل كده اهو، وهعمل غرزة سلسلة اهي، الفتحة اخر فتحة انا كنت عليها، ده كان معايا نهاية السطر. عملت فيه العلامة التانية في نفس المكان، وهاجي هسيب غرزة وهدخل في التانية هعمل فيها غرزة حشو وغرزة عمود. يبقى انا قلبت الشغل الناحية التانية وهكمل. ادي هسيب غرزة وهدخل في التانية هعمل فيها غرزة حشو وغرزة عمود. مرة بمشي بالمعدول ومرة بمشي بالمقلوب، هسيب غرزة وادخل في التانية هعمل غرزة حشو وغرزة عمود، هسيب غرزة وادخل في التانية غرزة حشو وغرزة عمود في نفس مكان الفتحة، هسيب غرزة وادخل في التانية هنعمل فيها غرزة حشو في نفس المكان هنعمل فيها غرزة عمود. انا هكمل لحد نهاية السطر عشان اوريكم ازاي هنبدأ نشتغل في السطر الجديد. انا كده وصلت عند اخر السطر، هعمل هنا غرزة حشو غرزة عمود. انا هنا وصلت عند العلامة، هشيل كده العلامة وبرضو هشتغل عليها غرزة حشو غرزة عمود. هاجي هنا في غرزة اهي، الغرزة التانية هقفل فيها بمنزلقة. تمام كده اهو، هاجي هقلب الشغل وهعمل غرزة سلسلة في نفس المكان الفتحة اللي انا قلبت فيه الشغل ده، احط العلامة معايا، وهاجي هنا هسيب غرزة في التانية هعمل غرزة حشو غرزة عمود، هسيب غرزة في التانية هعمل فيها غرزة حشو غرزة عمود غرزة حشو غرزة عمود. انا هكمل السطر وارجع لكم تاني. كده انا وصلت عند اخر السطر، هعمل كده غرزة حشو غرزة عمود، ومكان العلامة برضو هشيل كده العلامة وهشتغل فيها غرزة حشو غرزة عمود. هقفل الغرزة عندي هنا في اول غرزة حشو، انا هقفلها بمنزلقة اهي، غرزة الحشو دي هقفلها كده منزلقة، وهقلب الشغل كده اهو، وهعمل غرزة سلسلة في نفس المكان الفتحة معايا هنا اهو، احط العلامة. وانا هنا عندي دوران السدر
زي ما قلت في البداية 35 أمامي و35 خلفي، يعني 70 سنتي. وعلى حسب برضو إذا كان الجسم معاكي رفيع أو تخين، فإيه أنتي بتقيسي يعني على الأساس ده. فأنا برضو زودت عن المقاس الأساسي شوية، هاجي برضو عند كل 7 سطور كده اهو او 8، هشتغل من الجناب كده اهو، من الجناب بتاع الفيست معايا هشتغل هنا من الجنب ده ومن الجنب ده. هعمل غرزة واحدة بس زيادة، يعني هزود على 3 مرات، علشان طبعا دوران الصدر بيختلف عن دوران الوسط، بيختلف عن دوران الارداف. فانا هشتغل لاني انا هعمله فيست، فانا عايزاه ينزل على واسع شويه. وبرده لو كان الاطفال سن صغير وانت عايزاه كفستان ينزل على واسع، فانت برده هتعملي الزياده دي. تمام، لو انت عايزاه مره واحده يعني مش عايزاه ينزل على واسع، فانت هتعملي زياده بسيطه، ممكن تعملي 2 أو 3 مرات بالكتير وخلاص هتوقفي، مش هتعملي اي زيادات تاني. تمام، فانا هكمل كده السطر وهرجع لكم تاني. كده انا وصلت عند اخر السطر، هعمل غرزة حشو، غرزة عمود، ومكان العلامة انا اهو هشيل مكان العلامة وهعمل فيها غرزة حشو وغرزة عمود. هاجي كده هقفل في اول غرزة عندي هنا من بعد العلامة غرزة الحشو، هقفل فيها غرزة منزلقة، وهعدل الشغل كده اهو، هقلب الشغل معايا كده اهو، وهشتغل غرزة سلسلة في نفس المكان. هنا هحط العلامة معايا، ودي في أول غرزة هتقابلني هعمل فيها غرزة حشو وغرزة عمود. أنا كده هكمل معايا لحد ما أوصل ل7 سطور. تمام، دول احنا عملنا كده 4، في انا هكمل لحد 7 سطور مثلا عشان اوريكم الزياده اللي انا هحطها في الجنبين. هنا جيت عند الجنب اهو مكان الدراع في الجنب كده اهو، هعمل الغرزه معايا زياده، هاجي كده عند اجي مكان الغرزه، هعمل وراها على طول برضو الغرزه في الفتحه اللي وراها على طول، هعمل غرزه حشو وغرزه عمود. تمام، والفتحة اللي وراها برضو هعمل فيها الغرزة، غرزة حشو وغرزة عمود. وبعدين همشي هسيب غرزة وهعمل في اللي وراها، همشي عادي. يبقى انا عملت زودت غرزة واحدة من الجنب ده، والناحية التانية برضو هزود برضو غرزة في نفس الجنب ده عند العلامة. ولما اوصل عند العلامة هوريكم ازاي انا هعمل الغرزة الزيادة. كده انا وصلت عند اخر السطر، هاجي كده هعمل غرزة حشو، سيب غرزة واعمل في اللي وراها غرزة حشو وغرزة عمود. هاجي في الغرزة اللي وراها مباشرة هعمل فيها غرزة حشو وغرزة عمود. وفي مكان العلامة عندي بعمل غرزة حشو وغرزة عمود. كده انا عملت الزيادة بتاعتي هنا في الجنب بتاع العلامة. كده انا هقفل السطر منزلقة وهلف الشغل واعمل سلسلة احط العلامة. انا هنا هكمل وهبدأ اعمل 7 سطور تاني، وهعمل غرزة زيادة من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، ممكن اكرر 2 أو 3 بالكتير، لاني انا كده كده اصلا عندي في الموديل ده انا مزودة عن المقاس الاساسي. انت بالنسبة لك شوفي دوران الارداف عندك قد ايه وممكن تزودي على اساسها، يعني ممكن برضو تزودي معايا 3 مرات مثلا او 2 على حسب ما يكون عندك ايه الدوران معاكي. طيب ده بالنسبة للزيادات. بالنسبة للطول، هاجي عند الطول كده اهو همشي لحد لما اوصل للطول. قبل ما اوصل للطول المناسب معايا هاجي عند حوالي
13 او 15 سنتي، هسيبهم معايا في النهاية علشان هعمل شكل الموديل بتاعي اللي هو التناقص بتاعي بتاع شكل المستطيل من تحت.